تويوتا دي بي اس اللي هي تويوتا برودكشن سيستم. انا شايف نفسي كعمرو خميس مستعد السجاد وكان السجود ان احنا مش اقل من تويوتا. احنا مرسيدس الصناعه دي. احنا اللي عملنا الصناعه دي، واللي ما يعرفش منكم ان احنا الاول كان السجاد خمسه لون. شكل دي احنا اللي عملنا الثمانيه لون. وعملنا سته لون. ويمكن الناس اللي في النساجون يعرفوا. احنا اللي عملنا اول سجاده في العالم 2 مليون عقده. احنا اللي عملنا كابيل اللي قاعد يشتغل 14 سنه او 20 سنه ومحدش عارف يعمله في العالم. احنا اللي دلوقتي اللي عملنا اللي احنا اللي رايح هو الاستاذ فايد اللي اختاع القطر واللون. احنا اللي بنعمل اي حاجه في عالم السكين. فمعلش مع احترامي للكلام ده كله احنا هنعمل احسن من كده. ماشي. الحاجات اللي محمد عحميد بيقولها ممكن في بعض الناس فيك ودي مستحيله ودي مش عارف ايه والكلام ده العقليات ما تنفعنيش. ما هي لو مش صعبه ما كناش قعدنا وقلنا هنعملها. انتوا فاهمين؟ سهله كل حاجه بالعلم اللي الناس دول بيديهولنا. بالحاجات اللي انتوا ما كنتوش تعرفوا عنها حاجه. فاهم؟ انا لسه بتكلم مع شيرين ان انا عايز اخد انا ومحمد عبد الحميد وعمر سعيد لازم اخد الفيديو.